طيب خلينا بقى ناخد بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي. النهاردة الحقيقة كان في تدريبات بدنية قوية ومران متنوع لحراسة المرمى. مخطط الأحمال في النادي الأهلي، أدي كهربا اهو، هات لي كده الصورة شوية ورا ولا هتكمله؟ هترجع تاني. مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني لكرة القدم قاد تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض رباعي حراسة المرمى، خدوا بال حضراتكم رباعي، ها، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكو. الأهلي يبدأ معسكر القمة يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله. بكرة النادي الأهلي سيلاقي نادي المرج في مباراة ودية هنصورها طبعا، ولكن إن شاء الله المباراة مش هتتذاع بكرة، المباراة هتتذاع بعد مباراة يوم الجمعة القادم ما بين الأهلي والزمالك، لكن احنا هنصورها ونذاعها لحضراتكم إن شاء الله بعد مباراة الأهلي والزمالك. زي ما حضراتكم شايفين تدريبات قوية ومتنوعة للنادي الأهلي، مباراة القمة أو معسكر مباراة القمة إن شاء الله يبدأ يوم الأربعاء. كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما قلت لحضراتكم قال ان مباراه وديه غدا طلبها موسيماني سيواجه فيها النادي الاهلي نادي المرج، وهي كل حاجه هنصورها طبعا، ولكن هنذاعها ان شاء الله بعد مباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادم. طيب زي ما حضراتكم شايفين تدريبات قويه للجميع والكل مركز زي ما قلت لحضراتكم، ولا حد حاطط في دماغه من اللاعبين ولا الجهاز الفني ولا الجهاز الاداري ولا اي حد خالص، ولا حد حاطط في دماغه موضوع كهربا، موضوع موسيماني، موضوع محمد هاني، موضوع مش عارف مين. كل الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده هو حصل امبارح فعلا، ان حصل تناقش ما بين بيتسو موسيماني وما بين صحفي في من الصحفيين اللي موجودين في المؤتمر الصحفي، واتكلموا عن كهربا والكلام ده كله، ولكن في النهايه الموضوع انتهى، الموضوع ما خدش اكتر من دقيقتين ثلاثه ما بين الكابتن سيد والكابتن ومستر بيتسو موسيماني وكهربا، والموضوع انتهى وخلاص. كهربا برضو للمره المليون اهو بقول، كهربا يلعب او ما يلعبش دي مش بتاعه حد فينا خالص، اللي يلعب او اللي عارف مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش هو المدير الفني للنادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني. كل اللاعبين الحقيقة في حالة تركيز شديد جدا لما هو قادم أو للمباراة القادمة، بعد كده هيبقى في توقف شوية للمنتخب الوطني. زي ما حضراتكم شايفين كل اللعيبة مبسوطة، كل اللعيبة مركزة فقط في القادم في مباراة يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 8، مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين تركيز شديد جدا في التمرين، مع بعض دايما بتبقى في مثل هذه التدريبات حاجات وامور بسيطه جدا علشان اللعيب ما يبقاش مركز زياده عن اللزوم.